صباح الخير عليكم يا البنات، كيف راكم؟ في صباحتو ان شاء الله لاباس. اليوم حندير لكم وصفه تقليديه على طريقه العصريه. انا جددت فيها شويه وولات تجي هايله وتعجب الدراري وتعجب اللي نديرها نحطها له تعجبوا. هي زمان كان يديروا هذا، كان يديروه غير بال، شوفوا يا البنات، بالخبز البايت انا ميم طون تستفادوا منه. الخبز قطعتهم بتيدي، خبز البايت والزعتر راه مفيد للصحة في هذا البرد، نقيته ورحيته. ولا شابلوغ، أنا الزيت ولا شابلوغ اللي هو الخبز اللي هذا البايت يبسته ورحيته، وهو يديروها بالسمين ما يديروهاش بالطعام. أنا جددته وحنديرها بالطعام. هذا البلبول هي وصفة تقليدية قلت لكم يا البنات، يديروها زمان جداتنا من بكري، يفتلوها غير بالصور الحقيقة وكامل، بصح أنا درتها الطريقة العصرية بأي وحدة تنجم تتعلمو وتجيه سهلة. أنا درتها ديجا في قناتي في الوصفة، هي من قدام الزمان راني درتها في لي فيديو القدم، بصح أنا راني عاودتها اليوم. قلت على ما نديرهاش في هذا البرد وكامل، نعاودها مع البنات وميم طون اللي ما شافهاش راهو يستفاد ويسييها إن شاء الله تعجبو. وكثرتها هي معروفة في منطقة المندية في وسط الجزائر، في وسط الجزائر مخصصين من ولاية المندية يديروا هذا البلبول معروفين به، وصفة تقليدية من زمان يديروها. راه يديروها هما غير بالخبز البايت والزعتر ويفتلوها. أنا هما أنا جددتها درتها غير بالطعام وهذا لاشابيغ، وراكم معايا وتشوفوا كيفاه تجي وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وديروها. نبداو على بركة الله. ناخذ احنا كمية من الطعام اللي عندنا اللي هو الكسكس، راح تجي هيا يا البنات غير سيهم ما تندموش، اللي يعرفها ويعرفها واللي ما يعرفهاش يسيها. والزعتر راه مفيد، مفيد شحال من امورات، وخضرتها في البرد. الحاجة الاولى واش نديرو، ناخذ هذا الطعام تاعنا، يعني درت له شويه زيت خاطرش هذا اندستريال تاع المصانع ودي تاع الرسمون، كل واحد فيك كان يبدا بالزيت يدلو وكان ما يديرلوش علينا. المهم انا ديت شويه زيت درتو دوكا نشمخو. انا شمختو ونحطو دوكا في الكسكس تاعي، نديرلهم شويه زيت نحطو يفرط فويه الاولى ومن بعد نكمل معاكم الوصفه. شوفوا يا البنات هاي فورنات فويه الاولى ونحلو هكذا، على بالكم كامل الكسكس ينتحل هكذا. حبيت نقول لكم حاجه، لي كومونتير القدم تاع هذا الفيديو جاوا بنات وقالوا لي بلي صافي هذا البلبول اللي معروف بالزعتر وكاين داير غير بالخبز هذا البايت والزعتر. قلت لهم ايه، قلت لهم انا هذه الوصفه انا جددت فيها ودرتها على طريقه العصريه، لاي وحده تنجم يجيها ساهل، ما كان لها الغراب الكساكس وتبقى تصير كامل بيجيها ساهل ويجي مليح كي شغل الاخر التقليدي. فهمتوا يا البنات؟ على هذا راني نرد على لي كومونتير القدم لي من ولايه المنديه اللي شافوني هذاك الوقت وشافوا قالوا لا لا ما يندهش بالوسمه بالطعام كسكس. نعم صح ما يندارش، بصح هذه طريقه عصريه باش تجي سهله لاي بنت مبتدئه، تجيها سهله خاطرش هذاك تاع زمان لازم له بزاف امورات، لازم الصوابر والدنيا، وحنا جددنا فيه هنا في دوكا في وقت السرعه حنا جددنا. وانتم راهي الوصفه تبقى هي دوكا. واش نكملوا يا البنات؟ نعاود انا نشمخو بالماء والملح، درت لها شويه ملح مع الماء هكذا كما اي طعام ولا كسكس باي اي مضيقه هكذا نشمخو. شوفوا كيف راهو يفور سخون، وكما قلنا كي تشمخيش من غير بالعقل هكذا حتى يولي هكا طري كيما اي كسكس. هكذا
بالعقل غنشوف نشوف انا نزيد له شويه هكا ما نديروش دفعه واحده باش ما يتعجنناش. بهذه الطريقه وانا في هذا الوقت واش ندير نحكم هذاك الخبز البيت اللي قصصته هكذا اون بتي دي هكذا قصصناه قطع صغيره ونزيد نخلطه مع مع الطعم تاعي هكذا. راكم تشوفوا يا البنات عرفت كيفاه درتها هكذا ويجيك ساهل تاع بكري لازم الصواور لازم تفتلي وتحطي شحال غابل وكامل. انا كي سيت بهذه الطريقه سهله ومن طون هي مفيده ومن طون الزعتر راه فيه هكذا. شوفوا شوفوا نشف لي هكا شويه نزيد انا شويه برك غير هكا شويه دونك نكمل انا هذا نخليه ينشف لي. واش ندير يا البنات قبل ما نكمل ندير الزعتر هذا في المره الثالثه قبل ما ندير الزعتر وندير لا شابلوغ اللي هو الخبز المرحي كيما هذا اللي قلنا عليه اضافه تاوعي انا دوكا ينشف هذا ناخذ الكسكاس تاعي ونعاود ندهنه قطع زيت هذه استيس باش ما يلصقلكمش ونحطو يفور مره ثانيه ونتلاقاو من بعد. ها شوفوا يا البنات ونشف لي شوفوا ولا لي دوك نحطو يفور هذه التفويره الاولى ومن بعد باه نكمل. شوفوا يا البنات دوك انا خلطتلو هذيك لا شابلي تعطيه هكذا بنه و السميد تاعنا يتخلط مع الخبز هذاك اللي فارنا البيت بهذه الطريقه. ودوكا لاستيس اللي نزيدوها هو الزعتر هكذا اللي رحيناه ونقيناه بهذه الطريقه. راهي وصفه تقليديه ومليحه واللي ما يعرفها شي يجربها. ونبداو نخلطو هكذا ريحه الزعتر او الزعتر مفيد حتى للبرد الدراري للمرأة حتى للنساء اللي تحب ان شاء الله ربي يرزق الذريه الصالحه. هاي مليحه هذه الوصفه ثاني مليحه لاي واحد والصحه راه مفيد بلا ما نتكلموا عليه راه مفيد للصحه. وهذه الوصفه راني يعني قلت لكم جدتها راهي تجي بنينه وهايله هكذا هكذا حتى نكمل الكميه لونو يتبدل لي يولي لونو الاخضر الفاتح. نتوما ما تكثروش بزاف الزعتر الزعتر ديروا كميه مليحه خاطرش كون ديروا بزاف راهو هو حار وراهو قوي الزعتر. هكذا ونخلط وكنكملو هكذا ومن بعد نحطوه في السيار تاعنا نحطوه هي ايفور نخليوه نحطوه في السيار تاعنا. ها شوفوا يا البنات ها هو بالطريقه هكذا ها هو نشف لنا واش نزيدو نزيدو الكميه تاع لا شابليغ هذه على طريقتي يا البنات الطريقه الاصليه ماشي هكذا راني يعني فهمتكم. وكنخلطو مليح هذا الواسمه شوفوا يا البنات ها انا فورناه شوف هاي فور هذاك الخبز مع الكسكس بهذه الطريقه هكذا هكذا نحلو غير بشويه راهو يفور هكذا. ومن بعد واش نزيدو ثاني قطعه زيت
هكذا باش ما ما يسقناش بهكذا بهذه الطريقه. هكذا غير بشويه هكذا نحلو مليح مليح. هو هكا سخون وبعد باش نزيد دوك نعاود نشمخو مره واحده اخرى غير هكا بشويه كيما شمختو المره الاولى غير هكا راكم تشوفوا هكذا وهو سخون هكذا ما تخليوهش يتعجن لكم. دوك راه مخلط بهذاك الخبز وراه مفيدة ديروه رقبة المشية البنات وصفة تقليدية معروفة في نواحي تندية بصح قلت لك أنا جددت فيها قلت لكم درتها على طريقتي وجات هايلة وسهلة الأخرى تاخذ وقت طويل بهذه الطريقة أي وحدة تنجم ديرها أي سهولة. هكذا نشمخو قبل هكذا نخليها هكا ينشف لي بعد كي ينشف لي راني ندير له هذا لاشابليغ ونزيد له الزعتر وراكم معايا دوكا نخليوه حتى يشرب الماء هذاك وانا خلط لنا شويه ملحه في الماء. ها شوفوا يا البنات ها فارنا ريحة الزعتر باش نقول لكم راهي دايره حاله ديجا غير كي تشم ريحة الزعتر تدخل لك في لي بومو تاعك في صدرك راهي مفيده. دوك ناخذ حنا كميه من الزبده وندهن انا هذا البلبول تاعي بهذه الطريقه راهي تجي شهيه البنات نحكي لكمش راه مفيد. ندهنو انا مليح ونسقيه في صحن تقديم ونوريه لكم مع تالي كيفاه جان. شوفوا يا البنات دوكا حطيناه يفور مرة ثالثة نحطوه يفور ومن بعد نوريه لكم كيفاه ندهنوه وكيفاه يخلص يكمل. هيا نخليوه طبيعه التاليه ونتلاقاو من بعد. ها شوفوا يا البنات شوفوا هو البلبول تاعنا كيف جانا ومن بعد نديروا عليه شويه سكر هكذا كما راكم تشوفوا حتى الخبز هذاك البيت او فيه بين. ها شوفوا ونرفقوه باللبن هاي بليت المنديه معروفه باللبن والرايب هذو الامورات وبزاف كانوا يديروه زمان. ودوكا هذه الوصفه التقليديه شويه نساوها الناس ماذا بينا بناتنا دوكا بهذه الطريقة العصرية السهلة أي بنت تتعلمها وتجيها سهلة وأي مرأة في المنزل ديرها لولادها بلا تعقيدات بلا سيار وهذه الأمورات. أنا درتها طريقة عصرية وسهلة التحضير وإن شاء الله أي بنت أي وحدة إن شاء الله تجربها وتعجبها. وراه الزعتر مفيد في هذا الفصل البرد كديريه مرة في السمانة ولا مرتين راه هو مفيد ان شاء الله يعجبكم وصحة غداكم. ما تنساوناش في اللايك وان شاء الله في المشاهدة الكاملة وبالسلامة عليكم. هيا بقوا على خير.